دوار العيلة أو المنظرة أو المضيفة، مبنى متسع مكون من طابق واحد، تجد في داخله غرف بسيطة، منها غرف مخصصة لمقرئ القرآن وأخرى أكثر اتساعاً لاستقبال كبار الزوار من العائلات الأخرى والضيوف من أي مكان. وعلى جانب آخر تشاهد دورة للمياه ومطبخ، وباقي المساحة بداخل الدوار مفتوحة في اتجاه بعضها لاستقبال الضيوف، وبيتم فرشها بالكنب المصري أو الدكك الخشبية. وبيشترك في إنشاء الدوار جميع أفراد العائلة، وهو مخصص لاستقبال الضيوف وحل المشكلات وعقد المناسبات والسهرات. وقديما كان الدوار وجهة أهالي القرية في محافظة سوهاج وأغلب محافظات الصعيد، بيعرضوا في مشكلتهم على العمدة أو كبير البلد. وظل الدوار هكذا يؤدي دوره حتى وقت قريب. ده دوار الوسيط مبني تقريبا سنة 1901، وده مبنى أثري قديم وما قدرش العيلة تستغنى عنه، عشان كل الناس اللي تاجي داخل بتدل على الأصالة والعراقة بتاعت العيلة. فدوار العيلة دي بيجمع كل المناسبات من أفراح والمناسبات حالات الوفاة والمناسبات السعيدة والمناسبات الدينية، والاجتماع فيه تقريبا يوميا. ودينا بنقعد جنب المنقد النار اهو، ونتدفى ونستعيد بذكريات زمان واحوال العيلة واحوال القرية واحوال البلد جميعا والبلاد اللي حواليني، والظروف الاقتصادية وكل الاحوال اللي بتلم حواليني. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يهدي الناس على بعضها ووفقهم لما فيه صالح العباد. هذا الدوار انشئ سنة 1901. والبوابة دي جو على مراكز الإسكندرية، ما كانش فيه هنا الجار، وكان المدخل الرئيسي البوابة دي، لأن كانت السرعة لما تيجي اللجة كانت المية تدخل لغاية الدكة دي. وهذه أوضة السلاحين كان فيها 25 بندقية، وهذا الجناح الشتوي الأمامي، والحيطان دي عرض الحيطة متر. هذا البير أنشئ الدوار، كان أيام ما كانش فيه مياه خالص في البلاد، كان البلد تعتمد عليه، بيجيب مياه من المياه الجوفية، والبلد كلها تعتمد عليه في الشرب وفي جميع مستلزمات المي، وكان السقة يملى بالقربة ووزع على جميع بيوت القرية، واسمي انا حضرت السقه، وحضرت الاطفال والاولاد والبنات والصبيان لما كانوا يجوا يمنوا من البير. كانت كل البلد تعتمد على هذا البير، كانت ميته عذبه وجميله جدا. ولكن مع التقدم والتطور ظهرت الحنفيات وظهرت الطرمبات وظهرت البتاع، وابتدت الناس تهمل، اللي عمل طرمبة ببيته واللي عمل حنفية واللي عمل مشكلة. وعلى هذا الأساس ابتدينا احنا المياه، لما أهمل ابتدينا نحطوه ونسوي ونحن الدموع عشان نبقى ذكرى للأجيال القادمة. دلوقتي الخشب اللي هناك دي عبارة عن ما خشب اللي بيحطوا فيها السلاح، اسمه السلاح ليك، بيحطوا فيها حوالي 30 بندقية كله مع بعض عادي. حاليًا تفرضت سلاح لأن ما فيش غفر، لكن أيام زمان كان في الدوار هنا هو ما يقرب من 50 غفير. كل أنت حاليًا دلوقتي ما لقيتش غفير واحد، كل الناس بتبصر في الدار. ودي التفاتر الخاصة بجداول الانتخابية أيام زمان، أيام زمان لما تلغى دلوقتي وحولت إيه تبع وزارة العدل، عملوها تبع الأحوال المدنية في الكمبيوتر. يسجل تبع الأحوال المدنية في سجل المدن، بدل ما التفاتر كان يجيدها العمود المساحي. دلوقتي دي عشان مجلس هيك قمنا في عملية ترميم جميع القواعد كله، هو بالإسمنت
ايه عتليه مبنيه من فتره كبيره جوه، وبعد كده هو شغالين قديم لسه، هيبقى البياض من فوق دول هيترمى في الحيط، حاجه اسمها الحيط عتليه، وهي طوبه خضراء ما ينفعش فيها الاسمنت، هيعمل فيها الحيط، وبعد كده هياخد اللون العادي بعد كده البياض من كل الدوار ويجدد من الاول لاخر. بعد هان طبعا الخشب والشبابيك كله بالزيت زي ما هو.